اليوم معنا بيجو 3008، وحده من احسن السيارات SUV في السوق المغربيه وحتى في اوروبا. يكفي نعرفوا انه تباع منه اكثر من 800 الف نسخه بالجيل الثاني، واللي تم اختياره في 2016 كافضل سياره في اوروبا فواتور دو لاني. اذا باش يحافظ على المكانه ديالو فكان من الضروري على بيجو دير تحسينات على 3008، والنتيجه هي هذا الفيس ليفت اللي غادي نجربوا لكم اليوم، فابقوا معنا. على غير العاده هذه المره غادي نبداو بالواجهه الخلفيه ديال لا فينيسيون جي تي مع لو باك بلاك، واللي كيتميز باللون الاسود بحال هنا في لو بوندو اللي كيمتد على طول الكفر، وحتى الاضواء اليد اللي ولاو على شكل مخالبون 3D. الشكل ديالهم جميل جدا خصوصا في الليل. اللون الاسود ديال البلاك باك كنلقاوه في الجناب ديال الطوموبيل، في الفوق في لا كولور بيتون، وحتى في لي جون 19 بوص. اما التغييرات اللي جابها هذا الفيس ليفت فهي في الواجهه الاماميه اللي تبدلت كليا، ابتداء من لي بروجيكتور فول ليد اللي تغير الشكل ديالهم، مرورا بلي بوكليي، ووصولا بطبيعه الحال بلا كالندر الجديده كليا. وما نساوش اضواء النهار على شكل الانياب ديال السبع اللي كانت دشناتهم 508. هذه المجموعه كلها عطات ل 3008 واحد الجماليه خاصه. في المقابل غادي تكونوا لاحظتوا ظهور اسم 3008 فوق من الكابو. اما بالنسبه للوغو ديال بيجو الجديد فخصنا نتسناو الجيل الثالث اللي غادي يخرج العام الجاي. دابا من بعد ما شفنا الخارج يلا نكتشفوا الداخل ديال السياره. قبل ما نوقفوا عن شنو تبدل الداخل لازم نذكروا ان بيجو هي اول من خرج ما يسمى الاي كوكبيت، واللي كيتكون من هذا لو فولون الصغير والحاضر، وفوق منه كنشوفوا ليكرون دو بور. اكيد انه اي واحد جربو فكيعطيه احساس فريد من نوعه في السوق. اذا الجديد هنا هي لا تابليت فلوتونت اللي كبرات ولات فيها 10 بوص، وايضا الجيل الجديد ديال لانسترومونطاسيون ديجيتال قدام السائق، واللي فيها جميع المعلومات الضروريه بشكل انيق ومدروس جدا. اما من ناحيه لا فينيسيون وجوده المواد المستعمله فحدث ولا حرج، خصوصا في الطوموبيل اللي معنا اليوم، الكروم، لا بوازغي ولو كوير سور بيكي. فعلا 3008 ولات قريبه بزاف الاس يو في بريميوم الموجودين في السوق المغربي. من ناحيه لابيتابيليتي ف 3008 حافظ على مكانته بين افضل الاس يو في كومباكت، سواء من ناحيه الحجم الداخلي، مساحه التخزين الموجوده لداخل، وكذلك الكوفر اللي الحجم ديالو كيوصل ل 520 لتر، يعني واحد من الافضل في هذا لو سيغمون. المساحه لداخل ماشي هي الحاجه الوحيده اللي 3008 كيتفوق فيها المنافسين ديالو، جانب ديال التكنولوجيا بور كذلك جميع لي زيد لا كوندويت العصريه والضروريه للراحه والامان فهي موجوده، وبطبيعه الحال حسب لا فينيسيون اللي اختاريتو. مثلا كاينه الكاميرا 360 دوغري، بارك اسيست، سياج الكتريك افيك ميموار، توا اوفرون، ريكونيسونس دي بانو، اليرت دو فرانشيسمون دو لين، اليرت انتي كوليزيون افيك فريناج اوتوماتيك، ريغولاتور دو فيتاس انتيليجون وزيد وزيد. في المغرب قلال لي اس يو في جينيراليست من الفئه ديال 3008 اللي ممكن نلقاو فيهم هاد لي زيكيبمون مجموعين. فقط لتذكير فهاد لو ريغولاتور دو فيتاس ادابتاتيف يكفي انك تحدد السرعه المناسبه، والطوموبيل يمكن ليها تكلف بالباقي، يعني كتنقص من السرعه ديالها الا كان شي طوموبيل او حاجز قدامها، وتعاود تزيد في السرعه لما الطريق تولي خاويه. ولا ريكونيسونس دي بانو كيزيد يسهل هاد العمليه، لانه تيقرا السرعه المحدده في الطريق، وكتقترح ليك انك تبدل السرعه ديجا فيكسي سور لو ريغولاتور دو فيتاس. هناك شبه اجماع على ان القياده كتعتبر من اكبر نقاط القوه ديال 3008، وساهمت بشكل كبير في النجاح ديالو، لانه الاس يو في الوحيد في السوق اللي في السلوغان ديالو كيعطيك الاحساس بحال راك سايق اون برلين. جربناه في المدينه وفي الطريق، والصراحه لقينا متعه كبيره في السلوغان، شاد مزيان في الطريق وكيعطي ديما شعور بالتحكم، وكيستجب بدقه للسائق بالاخص في لي فيراج. تمنينا غير لو كان لو باساج دو رابور دو فيتاس اكثر سلاسه والصوت ديال الموتور مسموع اقل. لابد ما نشيروا الى انه ال 3008 عكس المنافسين ديالو فمتوفر في المغرب 3 ديال لي موتوريزاسيون اللي هما 130 150 و 180 شوفو مع لا بواط مانويل و اوتوماتيك. اما بالنسبه للاستهلاك ففي هاد ليسي جانا عادي جدا مقارنه مع الوزن ديال السياره والقوه ديال الموتور. عجبنا التصميم الجديد، المتعه الفريده في القياده، عدد التجهيزات الموجوده. تمنينا لو ان لابواط اوتو كانت اكثر سلاسه، نسمعوا اقل الصوت ديال الموتور. سمارت فون ما قابلتش العرض الكامل ديال ليكران. كيف ما شفنا فان هذا الغسيلاج ديال بيجو 3008 غادي يعزز مما لا شك فيه المكانه ديالو في السوق المغربي بفضل التنوع ديال لي زيكيبمون ديال لي موتوريزاسيون، فهو بالتالي اختيار مناسب لاي واحد كيقلب على ان اس يو في بيان ايكيبي باحسن رابور كاليتي بري. بهذا نكون وصلنا لنهايه ليسي ديالنا. المزيد من المعلومات كيف العاده على wandaloo.com. À très vite sur wandaloo.com.